السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي قرحة القرنية؟ تعرف قرحة القرنية بأنها وجود قروح مفتوحة على قرنية العين، قد تكون ناتجة عن الإصابة بعدوى أو حدوث إصابة في قرنية العين، وإن القرنية تمثل الطبقة الخارجية الشفافة التي تقع في الجزء الأمامي من العين، وتكمن أهميتها في المحافظة على العين وحمايتها من الجراثيم والغبار والملوثات الأخرى، كما أنها لها دور مهم في الرؤية وتركيز الضوء على العينين. وبالعودة للحديث عن قرحة العين، يمكن القول بأنها حالة طبية غير صحية أو غير نادرة، وتعد من الحالات الطبية الطارئة التي تستلزم طلب الرعاية الصحية الفورية، ومن الممكن أن تصيب بعض الأفراد على مختلف أعمارهم. وحقيقة تعتمد شدة قرحة القرنية على المسبب الرئيسي لها. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.